مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكايات عن الحصان العربي المصري. حلقتنا النهاردة من داخل معهد العباسية للمصل واللقاح. حلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن بعض الأمراض اللي بتصيب الخيل وإزاي طرق الوقاية منها، وإيه اللقاحات والأمصال اللي أنتجت محليا في مصر، خبرة عالمية وبتمتاز عن أي تلقيح جاي من بره. معهد الأمصال واللقاح بالعباسية أنشئ سنة 1903، وكان الهدف من إنشائه توفير الأمصال واللقاحات للثروة الحيوانية بصفة عامة والفصيلة الخيلية بصفة خاصة. قسم الفصيلة الخيلية بالمعهد نجح في القضاء على طاعون الخيل سنة 1943 و44 إلى سنة 1950، ومصر بعدها أصبحت خالية من مرض الطاعون بفضل العنصر البشري المصري. ضيفنا النهاردة الأستاذ الدكتور نبيل عبد الونيس، وكيل المعهد للقاحات الفيروسية. دكتور، بنرحب بحضرتك. بنرحب بيكم في معمل العباسية، أنتوا والأخوة الزملاء وبالسادة المشاهدين. دكتور، في البداية كنا عاوزين نعرف نبذة عن نشأة المعهد وتاريخ المعهد. هو زي ما حضرتك ذكرت، المعهد أنشئ سنة 1903، وده يعتبر من أقدم وأعرق المعاهد البحثية، مش في مصر بس، ولكن في منطقة الشرق الأوسط كافة. يعني أنشئ المعهد، ودي معلومة يعني ممكن تكون غريبة شوية، وكان ساعتها تابع Ministry of Interior أو وزارة الداخلية كما كان يقال زمان. الجزء اللي احنا موجودين فيه ده جيراننا على طول في المكان هو خيالة الشرطة، ومن هنا ممكن نعرف الارتباط اللي كان بين المعهد، لأن احنا خدنا جزء مرتبط بجزء خيالة الشرطة اللي كانت أصلا أرض وزارة الداخلية، واقتطعوها وخدوا منها الجزء ده وعملوه معهد. ما كانش ساعتها معمل، كان اسمه معمل السيروم. هو أساسا لو رجعنا تاريخيا في الجزء التاريخية، كوميسيون الخيل أنشئ سنة 1889 وكان تابع لوزارة الداخلية. بالضبط كده حضرتك، أنت أضفت لي معلومة شخصية يعني، واخد بال حضرتك. فكان الهدف هو أنشئ المعهد من أجله، أو المعمل من أجله ساعتها، هو القضاء على مرض الطاعون البقري. كان مرض الطاعون البقري مرض مستوطن زمان في مصر وفي المنطقة. بفضل المجهودات المتوالية بتاعة أساتذتنا اللي قاموا بإنشاء المعهد، قدروا ساعتها يتحكموا في مرض الطاعون البقري، وولدت مصر خالية تماما دلوقتي من مرض الطاعون البقري. توالت بعد كده الأمراض الوافدة في مصر، ابتدت تظهر حمى كلاعية، ابتدت تظهر مرض الريفت فالي، ظهر في السبعينات وفي ثمانينات القرن الماضي، مرض زي مرض السعار. كل ده ابتدى المعهد يتطور عشان ينتج لقاحات تقاوم هذه الامراض. بفضل برضو الزملاء وبفضل الاساتذه الكبار، قدرنا نسيطر على كثير من الامراض، اشهرها على الاطلاق مرض طاعون الخيل اللي احنا بصدد ان احنا نتكلم عنه. حتى الاسم اللي هو الاسم الكلاسيكي بتاع المبنى هو دلوقتي بقى اسمه قسم لقاحات الفصيلة الخيلية جنرال. كان اسمه الأول قسم لقاح طاعون الخيل. دلوقتي الحمد لله احنا قضينا على مرض طاعون الخيل بفضل اللقاح المحلي اللي كان بينتج من هنا. وميزة نسبية للقاحات المعهد، يمكن دي بنشير في كثير من اللقاحات، ان العترات اللي بتستخدم في تحضير اللقاحات معظمها، ما كانش كلها إلا القليل، بتبقى عترات محلية. دي بتدي ميزة نسبية للقاحات بتاعتنا، على اعتبار إن هي بتبقى معزولة من الحقل نفسه. فإذا كان بدل ما أجيب لقاح مستورد ممكن يكون فيه، وإن كان اللقاح هيصد بس بيبقى فيه نسبة صد، نسبة معينة. اللقاح بتاعي بيصد تقريبا بنسبة تتجاوز 95%، وبالتالي بيبقى دي لها ميزه نسبيه للقاح بتاعي هنا في المعهد. تنوعت منتجات المعهد ما بين لقاحات حيوان ولقاحات طيور ومواد مشخصه. يعني هو المعهد بيهتم، ودي جزئيه في الطب البيطري، دي جزئيه مهمه جدا، الوقايه في الطب البيطري فعلا خير من العلاج، لان دوره حياه الحيوان بتبقى عاده قصيره، يعني ما بيعيش كتير، وبالتالي هو بيبقى في الفترة اللي بيعيشها الحيوان بيتعرض لكثير من الأوبئة والأمراض.
اذا استنيت ان المرض يظهر وانس ان المرض ظهر في الحيوان بتبقى فرصه العلاج بتبقى طالما ظهر وظهر باعراض بتبقى فرصه ضئيله، وبالتالي بتعتمد الصحه الحيوانيه في المقام الاول على الوقايه. المعهد بينتج ما بين اكثر من 64 منتج من المنتجات البيولوجيه في صوره لقاحات، اشهرها مثلا لقاح الحمى الكلعيه ده للحيوانات المقترات البقر والجاموس والغنم وما شابه، بننتج لقاح الريفت فالي وده مرض بيصيب الثروه الحيوانيه برضو، بننتج لقاح السعار وده اذا قلنا ان السنه دي هو عام 2018 هو عام القضاء على مرض السعار فده احنا مهتمين بيه. السعار بيصيب الخيل وبيصيب ايه تاني؟ بيصيب لا السعار ده اصلا بيصيب فصيله القطط والكلاب هو اصلا ده الـ لكن في بينتقل للخيل في هل برضه السعار ممكن بينتقل للماشيه لو كلب مسعور عند أيوة بقره جاموسه الكلام ده؟ السعار مرض بيصيب تقريبا كل الحيوانات تقريبا يعني بيصيب القطط بيصيب الكلاب بيصيب البقر بيصيب الجاموس. انتوا عاملين المصل بقى اللي يتحصن هو لقاح الحيوان لقاح السعار ده وده برضو من ضمن الحاجات اللي بتستخدم للخيل يعني وده بيحصن بيه قبل الاصابه كوقايه بالظبط كده بالظبط كده لان هو زي ما حضراتكم عارفين ان في فرق بين المصل واللقاح. اللقاح اللي هو بيتاخد كبيسموه بروفيلاكتيك او كوقايه من المرض، اما المصل اللي هو بيستخدم زي مصل التيتانوس مثلا ده بيستخدم اثناء الاصابه نفسها اذا كان عندي حاله وباء او اوت بريك في حيوان مصاب بالتيتانوس مثلا فانا بديله انتي تانيك سيرم اللي هو مصل السيرم. دكتور بالنسبه للتيتانوس بنجد مربي الخيول بيبحثوا في الصيدليات عن التيتانوس ومش لاقيين التيتانوس وانتوا هنا عاملين اتنين نوع واحد لقاح واحد مصل للتيتانوس ممكن تدينا فكره عنهم؟ احنا بننتج بالفعل مصل التيتانوس ولقاح التيتانوس وزي ما قلت لحضرتك الفرق بين المصل واللقاح انا بدي المصل في حاله الوباء اذا كان وفي حاله الحصينه بالذات او الخيول بالذات حساسه للتيتانوس. الخرفان اثناء الجز بتاع الصوف لازم ندي تيتانوس يعني اللي هو اثناء جز الصوف فتره الجز بتاعه الخرفان دي لازم ندي تيتانوس. اثناء العمليات الجراحيه يعني ده شرط اساسي ان انا لازم اكون مجهز امبوله التيتانوس جنبي وانا بعمل سواء اذا كنت بعمل بيسموها كاستريشن للحيوان خاصي للحيوانات وخصوصا في الغنم ده لازم ادي مصل التيتانوس. في العمليات الجراحيه البسيطه او المركبه اذا كنت بعملها في لارج انيمال او في حيوانات كبيره لازم ادي مصل التيتانوس. لقاح التيتانوس ده في نوعين من المناعه، في مناعه بيسموها المناعه الاكتيف اللي هي المناعه اللي بيكونها جسم الحيوان نفسه اللي هو وده بينتجها اللقاح، يعني اللقاح لو اديت الحيوان لقاح هو نفسه جسمه اللي بيتفاعل مع هذا اللقاح وبينتج اجسام مضاده فبيسموها اكتيف ايمونايزيشن. في حاجه اسمها الباسيف او المناعه السلبيه، الباسيف اللي هي مناعه جاهزه بياخدها الحيوان من مصل جاهز، مصل متحضر جاهز فاحنا بندي للحيوان هذا المصل. بالنسبه للتيتانوس كسيرم او كمصل متوفر عندنا هنا في منفذ البيع في المعهد، وبالمناسبه احنا منفذ البيع بتاعنا مش مرتبط بميعاد خروج موظفين ولا خلافه، احنا مدينا فتره منفذ البيع لغايه الساعه 8 مساء يعني احنا فاتحين يعني 8 الصبح من 8 الصبح 12 ساعه ودي بتسهل علينا لان للاسف احنا المعهد بتاعنا مالوش فروع في الاقاليم وبالتالي ممكن يجي لنا ناس من المحافظات واخد بال حضرتك فلما بيجي من محافظه معينه وممكن يجي بعد الميعاد بتاع الانصراف او حاجه زي كده لا احنا مدينا فتره المنفذ البيع لغايه الساعه 8 مساء. الاكثر من كده ان يوم الجمعه والسبت المنفذ شغال برضه يعني احنا شغالين ما عندناش يوم اجازه احنا شغالين طول ايام الاسبوع وتقريبا 12 ساعه في اليوم. دكتور في ازمه ثقه دايما لدى المواطن بشكل عام وليس مربي الخيول من حاجه ان الحكومه بتنتجها من جهه حكوميه او حاجه بيتم شرائها من بره
فيقول لك لا خلينا في اللي بره، الماده الفعاله مظبوطه مش هيغشوا في مصر كده. لما نيجي نسقط الكلام ده على الهربس اللي بينتج داخل معهد صحه الحيوان للخيول، فنبص نلاقي ان احد الشركات بتنتج السعر مثلا بتاعها 350 جنيه بس التاني محمل بالانفلونزا، هنا عندكم السعر 85 جنيه، فتلاقيه برضه هو بيفضل ان هو يشتري المستورد. ليه؟ الرد على هذا السؤال في منتهى البساطه، ايا كان اللقاح سواء كان محلي او مستورد المفروض بيخش يتعاير في مصر هنا الاول. تمام. وبالتالي جهه المعايره اللي بتعاير لي اللقاح بتاعي هي نفس جهه المعايره اللي بتعاير للقاح المستورد ايا كان شركته او قوميته هو جاي منين. الباتشات اللي بتخش او اللي احنا بنطلعها هنا بتمر بثلاث مراحل في اي لقاح وليس لقاح الهربس بس. في حاجه بنسميها الان بروسيس كواليتي كنترول، يعني اثناء تحضير اللقاح بنشيك كنترول، بنعمل كنترول على كل مرحله من انتاج اللقاح. دي نمره واحد. نمره اتنين، في عندنا في المعمل نفسه او في المعهد، دي خاصه بالمعهد، حاجه تانية كواليتي كنترول تانية بنسميها ان هاوس كواليتي كنترول. يبقى انا عندي ان بروسيس كواليتي كنترول دي في قسم الانتاج، اذا كان القسم ده بينتج لقاح حمى كلاعيه عنده وحده كواليتي كنترول في المعمل بتاعه، قسم طاعون الخيل او اللقاحات الفصيله الخيليه في عندها كواليتي كنترول، في وحده داخليه عاملين احنا وحده داخليه ليه؟ قبل ما ابعت اللقاح بتاعي المعمل المركزي للرقابه لازم اكون انا متاكد من المنتج بتاعي تماما، وبالتالي دي المرحله الثانيه اللي بيخش فيها اللقاح. المرحله الثالثه اللي هي بيخش فيها المنتج بتاعي مع المنتج المنافس من شركات اجنبيه بيخش المعمل المركزي للرقابه، وهذا المنتج بتاعي او بتاع الشركات الثانيه بيخش بالكود وليس باسمه. بمعنى منتج سي مثلا هطلع لقاح زي لقاح الهربز، هدخله المعمل المركزي للرقابه، الرقابه بتاخده بكود، يعني بتديله رقم معين او بتديله كود معين، شفره معينه، عشان ما تبقاش ان عارفه ان ده بتاع العباسيه ولا بتاع شركه فلان او شركه علان، وبالتالي المنتج بتاعي بيخش زيه وزي غيره. ممكن تطلع النتيجه بتاعتي وهو مش عارف النتيجه دي بتاعه العباسيه ولا بتاعه شركه، وبالتالي المنتج بتاعي بيخش في منافسه محايده وبتطلع النتيجه بصرف النظر هل هو بتاع العباسيه ولا غيره. زي ما قلت لحضرتك الادفانتج او الميزه النسبيه للقاح بتاعي بصرف النظر عن اللقاح المستورد ان هو بيستخدم عترات محليه، عترات محليه. هذه العترات بيتم توصيفها وتعريفها عندنا معامل على اعلى مستوى، ليس فقط هنا في العباسيه، ولكن احنا ارتباطنا بمعهد بحوث صحه الحيوان ارتباط كاثوليكي، يعني لا ينفصل. اذا كانوا هم جهه عزل انا مش جهه عزل هنا، الجهه اللي بتعزل الامراض هي معهد بحوث صحه الحيوان. ما بيطلعش معمل بحوث صحه الحيوان بالنسبه لي انا معمل مرجعي، بيجي الفيروس اللي هو اتعزل بالشهاده بتاعته موصف معرف، وهذا الفيروس بيقول لي اذا كان الفيروس ده شديد الضراوه او ضعيف الضراوه او متوسط الضراوه يمكن تحضير منه لقاح او مش ممكن تحضير منه لقاح. بيجي هنا احنا بنعامل هذا الفيروس بطرق معمليه معينه علشان نقدر نحضر منه هذا اللقاح، وبالتالي دي ميزه نسبيه تعتبر بتدي افضليه للقاحات العباسيه عن اللقاحات المستورده. دكتور نتكلم في جزئيه تانية، الماده الفعاله للهربس سواء محلي او مستورد دخلت الرقابه ليتم المعايره والرقابه اتفقت الاتفاق، بعد كده بتبدا عمليه الطرح في السوق. تمام. اثناء عمليه الطرح في السوق انتوا بتطرحوا شكل الازازه ده. تمام. فهل ممكن نغير من شكل الازازه ده، نخلي الماده الفعاله عباره في سرنجه والسرنجه جنبها السن بتاعها ومقفوله والاستيكر يتشال وان احنا نغير شويه من الشكل، هل ده ممكن ومتاح؟ هو بالنسبه لحضرتك الكلام ده سؤال جميل جدا. احنا لا
يعني دي العجوه دي ب 85 جنيه تطوير عمليه فنخليها ب 90 جنيه والناس هتشتري. لا لا مش هي الفكره مش كده، الفكره مش كده. لو حضرتك بصيت للعبوه نفسها تعبئه هذه العبوه ما بتتمش الا بواسطه مكن معين. تمام. المكنه او الاله اللي احنا بنعبي بيها دي مكنه من ماركات عالميه، ما بيتمش التعبئه يدوي زي مكان ماخوذ عن المعهد والكلام ده. دي مكنه، مكنات ماركات عالميه بدون ذكر اسماء. الغطاء بقى فليب اوف، ودي دي حاجه جديده، يعني ما كناش بننتج الكلام ده قبل كده. عمليه تطوير اللقاح بتشمل حاجتين، تطوير المضمون وتطوير الشكل. تمام. تطوير المضمون بي 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 اللي هو الفيروس نفسه او اللقاح نفسه. تمام. واخد بال حضرتك؟ تطوير الشكل ده اللي احنا وصلنا للمرحله دي، ودي نقله نوعيه في انتاج اللقاح بتاعنا. الجزئيه الثانيه دي علشان انتج هذه النوعيه من لازم اجيب، ما هو لازم الشغل برضو لازم يكون ايكونوميك او اقتصادي. هعبي ايه؟ يعني انا جايب مكنه بتعبي لي كذا نوع من اللقاحات الحيه بهذه الطريقه، واخد بال حضرتك؟ اذا كان في عندي لقاحات تستوعب ان انا اجيب مكنه، يعني توزيعها يستوعب ان انا اجيب مكنه جديده تعمل لي الشكل اللي حضرتك بتطلبه، بنعد لقاح جاهز للاستخدام فورا. فحضرتك سواء في كل الانواع اللي بينتجها المعهد، انت حضرتك خليتها حاجه جاهزه للاستخدام بدل ما الواحد يجيب سرنجه ولسه هيسحب دي وكده. دي 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 فكره، دي فكره مقبوله، فكره مقبوله، واذا كانت مطبقه ليه لا، مفيش مانع ان احنا نعملها. بس هو كان الاهتمام زي ما قلت لحضرتك ان احنا الماده الفعاله، الماده الفعاله بتاعتي، يعني انا سايد. انا ما يهمنيش، والمعهد نجح ان هو يعمل هو أنا ماده بس فعاله. انا عاوز افرض بس محلية. لقاحي يعني لقاح الاول يتعرف عند المستخدم ويلاقي القبول اللي انا بقصده، بعد كده هيجي بعد كده عمليه التطوير الشكلي لشكل العبوه نفسها. انتوا بذلتوا مجهود رائع فعلا في انتاج الماده الفعاله، والماده الفعاله قويه، وكل من استخدم المنتج بيشكر فيه. تمام. ولا يقل جوده عن الاجنبي، بل هو احسن لانه هو معزول محليا. تمام تمام. ولكن احنا ايه نظريه ان المستخدم يستخدم فورا بدل ما يجيب سرنجه او كده، بنعدها للاستخدام الفوري. المعهد في مرحله تطوير دلوقتي، احنا طورنا بعض الاقسام فعلا. قسم طاعون الخيل في الفترة المقبلة إن شاء الله، أو لقاحات الفصيلة الخيلية إن شاء الله، هي ممكن هيتاخد بعين الاعتبار الجزئية اللي حضرتك ذكرتها، على أساس إن دي تبقى إضافة، بل بالعكس إحنا ممكن نعمل الكلام ده في منتجات تانية. يعني هي الجزئية اللي حضرتك بتقولها مهمة من وجهة نظر إن دي جرعة واحدة. تمام. الإزازة فيها جرعة واحدة، ايه المانع ان الجرعه تبقى بالسرنجه بتاعتها؟ يعني زي ما حضرتك بتقول، وبالتالي انا مش محتاج سرنجه عشان اخد جرعه واحده، وبالتالي انا ممكن اشغل العبوه اللي حضرتك قلتها بنفس السرنجه بتاعتها. دي فكره جميله. دكتور احنا هنطلع نشوف قسم الفصيله الخيليه ونتعرف عليه وناخد جوله داخل المكان. بنشكر حضرتك دكتور نبيل. تشرفنا بيك يا استاذ سعيد، انت والزملاء، ويسعدنا تشريفكم و مقابلتكم في أي وقت، وإحنا تحت أمركم دايما إن شاء الله. شكرا لسيادتك. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، فاصل وهنروح بعد الفاصل قسم الفصيلة الخيلية نتعرف عن المعامل وعلى كل شيء. نشوفكم بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية مشاهدينا الاعزاء، نجدد التحيه. رجعنا من الفاصل ومكملين حلقتنا معاكم من امام قسم الفصيله الخيليه بمعهد الامصال واللقاحات بالعباسيه. معانا الاستاذ الدكتور مجدي انيس. استاذ الدكتوره مجدي انيس، بنرحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. دكتوره، في البدايه كنا عاوزين نعرف من حضرتك اهتمامكم بالفصيله الخيليه، ايه اهميه الفصيله الخيليه بالنسبه لكم؟ الحقيقه الفصيله الخيليه بتمثل عندنا ثروه قوميه، وخاصة الخيل العربي الأصيل، وإحنا بنعتز بثروتنا في بلدنا مصر،
ويعتبر وتعتبر مصر من أهم البلاد المهتمية بالثروة ثروة الفصيلة الخيلية. فإحنا من خلال معهدنا الحقيقة قدرنا إن إحنا نتحكم في مجموعة من الأمراض بفضل الله وفضل تعاون وعمل ومصابرة الزملاء وأساتذتي في المعهد. الحمد لله. الحمد لله. المعهد بيعتبر بوابة للأمان والدفاع من الفيروسات والأمراض التي تصيب الخيول. وفي سابقة للمعهد مرض طاعون الخيل لما أصاب الخيول في الأربعينات. المعهد أنتج له أمصال ولقاحات خاصة به لغاية ما مصر أصبحت خالية من مرض طاعون الخيل. ممكن حضرتك تدينا نبذة عن الموضوع ده؟ أوي أوي. الحقيقة مرض طاعون الخيل ده مرض فتاك بالنسبة للخيل، وكان المعهد لي والقسم الحقيقة بأساتذته بفضل مجهوداتهم إنه قدروا يتحكموا في المرض. المرض أول ما دخل سنة 33-34، ده كان أول أوت بريك، أول وبائية للمرض. وكان التحكم فيه عبارة عن تطعيم مستورد من بره، ما كانش لسه اتعرف موضوع طاعون الخيل ازاي نتحكم فيه. جه بعد كده سنة 43-44 كان ده تاني اوت بريك او تاني وبائية للمرض في مصر، وبفضل الله ابتدى القسم ينتج لقاح سائل ولكنه يغطي نسبة معينة من الخيول وليس كل الخيل في الوقت ده. وكان التطعيم عبارة عن لقاح سائل زي ما بقول لحضرتك مثبط. بعد كده ابتدى في وباء تاني او حالة تالتة في طاعون الخيل سنة 53، ودي كان التحكم فيها الحقيقة كان المعهد والقسم بحوث الفصيلة الخلية اتحكم فيه بإنتاج لقاح لطاعون الخيل مكون من 7 عترات في الوقت ده موجودة، مكون من 7 عترات وفي صورة أفضل من الصورة السائلة. وكان لقاح متطور وعبارة عن لقاح من أمخاخ الفران، يعني كانوا بيحضروه من أمخاخ الفران بعد حقنها، وده كان بيعمل مشكلة في تحضيره. فضلوا يستمروا في إنتاج اللقاح وتوزيع اللقاح وتحصين كل الخيول لغاية سنة 76، وانتج لقاح تاني. حصل شيفت في ترتيب اللقاح او في تكوين اللقاح، واصبح من النوع الفراني الى النوع النسيجي، واصبحنا بننتج في 73 لقاح متعدد العترات لطاعون الخيل مكون من 9 عترات وفريز درايد يعني مجفد، وبيحصن به كل محافظات مصر. دكتورة، حاليا مصر آمنة تماما من طاعون الخيل؟ بالظبط كده. احنا في سنة 84 حصلت عندنا مشكلة صغيرة انه الخيول وهي متصدرة بره فوجئوا ان في تايتر من او نسبة من الاجسام المناعية موجودة داخل الخيول، وعلى اثارها منعوا استيراد الخيول. وفي الحالة دي عملوا زي وقف للتحصين في الفتره في المنطقه ما عدا المنطقه البفر زون او البوردر لاين اللي هي بيننا وبين السودان، على اساس ان احنا بتدخل لنا الامراض معظمها عن طريق البوردر مع السودان. فاصبح التحصين من سنه 84 موقوف على الحدود اسوان سوهاج انا فقط من سنه 84. بعدها بفترة ابتدينا نشوف المستوى المناعي في محافظات جميع محافظات مصر، والحمد لله احنا في سنة 95 لقينا انه التحصين الحمد لله جاب نتائج هائلة جدا، وفي 95 اعلنت البلد خالية تماما من مرض طاعون الخيل، وده كان بفضل ربنا سبحان الله علينا وفضل زملاء ومجهود تعب وابحاث علشان يتم القضاء على المرض. تمام. يعني من 2005 من 1995 بقينا ننتج لقاح استراتيجي مخزوني بس لحالات، لو في حالات طوارئ، ولقاح مكون من من عترتين فقط، واللي هم كانوا سيدين في الوقت ده في اسبانيا وفي السودان. واللقاح ده كان بيحضر من
طاعون الخيل العترتين 4 و9 فقط، وفي صورة مش بقى مستضعفة ولكن في صورة مثبطة. تمام. تمام. سنة 2001 بقى ما كانش فيه أي من سنة أي أجسام منعية. يعني من 2001 ل 2018 على مدار 17 سنة لم تظهر أي حالة طاعون خيل في مصر. وفي 95 زي ما قلت لحضرتك أعلنت البلد مصر آمنة من خلال الهيئة العامة للخدمات البطارية، يعني لأنها 23 سنة أعلن أن مصر دولة آمنة خالية من طاعون الخيل. بعدها بست سنين تم العمل على المحافظات الحدودية. بالضبط كده. لا من هنا صهاج هنا أقصر أسوان. ده من 84 لغاية 95 كانت الفترة دي على المنطقة دي. ست المحافظات الحدودية. ثلاث محافظات أسوان صهاج هنا. دكتورة بالنسبة لإنفلونزا الخيل. إنفلونزا الخيل من أحد الشروط والضوابط إن الاتحاد الأوروبي طالبها لو في حالة تصدير خيل إن الخيول تكون خالية من إنفلونزا الخيل. هل إنفلونزا الخيل موجودة في مصر؟ بتظهر إلى الآن حالات فردية، لكن الحقيقة إحنا عزلنا أول معزولة كانت سنة 89-90 في الدكتور إسماعيل الله يرحمه والزملاء الأفاضل وفي الكلية، وإحنا عزلنا سنة 99-2000 معانا معزولة، ومعزولة كمان سنة 2008، يعني معانا تقريبا 3 معزولات وكلهم من H3N8، ودي العترة اللي هي السائدة حاليا. حتى الآن كل المعزولات أو كل الحالات اللي بتجيلنا من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية معزولات كلها لما بنصنفها بتيجي على انها H3N8 اللي هو النوع الثاني من انفلونزا الخيول بالنسبه لنا، لان احنا في انفلونزا الخيول عندنا نوعين فقط، H7N7 وH3N8، ده النوع اللي هو السائد على مستوى مصر كلها. تمام. بالنسبه لمرض الخناق، هل له مصل او لقاح بيه؟ معزولة عن هنا؟ بيجرى حاليا في قسم البكتيريولوجي انه بيعزلوا فعلا ومصنفينه، وبيجرى حاليا الابحاث على تصنيعه فعلا، وهم قاموا بالفعل بتحضير الملف الخاص بيه. ايضا الدورين مطلوب من ضمن اشتراطات الاتحاد الاوروبي ان الخيول تكون خالية من الدورين. هل مصر فيها دورين اساسا؟ هو عندنا على حسب، طبعا انت عارف حضرتك ان معهد بحوث صحه الحيوان هو المنوط، هو المنوط بالدياجنوزس، طبعا هو المنوط بالدياجنوزس، لكن بحسب الاجتماعات واللي انا حضرتها وبسمعها لغايه دلوقتي مفيش ولا دورين ولا جلاندرز. تمام. ايضا الرعام، هل هو جلاندرز؟ لا طبعا مصر خليه تعتبر من المرضين دول، والدقي يفيد حضرتك اكتر بدوكيومنتس كده على مرض جماعي الخيل في مصر منه برضو؟ لا، ويستكمل فيه مع حمى غرب النيل. هل ان احنا عندنا؟ لا طبعا مش متواجد، وبرضو الداتا كلها موجوده في معهد صحه حيوان الحيوان. اذا مصر خاليه من جميع الامراض اللي بيطلبها الاتحاد الاوروبي. تمام. مفيش عندنا لغير الهيربس، والهيربس في الاساس ظهر في امريكا كانت بدايته وانتقل وموجود في العالم كله. تمام. ومصر بتحصن، ومعهد صحه الحيوان عمل معزوله وسحب عينات، وانتوا اشتغلتوا معاه بالظبط وانتجتوا مصل لقاح خاص بالهيربس. لقاح خاص بالهيربس ولقاح خاص بانفلونزا الخيول، والحقيقه اللقاحين معمول لهم تصنيف عالمي، واحنا قمنا بالتصنيف ده ولينا ابحاث عالميه برضو اشتركنا في مؤتمرات كتير. انتوا في ايطاليا قريب بتعرضوا حاجه عن انفلونزا الخيل. تمام. تمام. ممكن حضرتك تدينا نسبه عن المؤتمر العلمي اللي شاركتوا فيه في ايطاليا؟ هم الحقيقه مؤتمرين ومشاركه بثلاث ابحاث فيهم، بحث عن الايدنتيفيكيشن او التوصيف بتاع الفيروس لانفلونزا الخيل، والتاني لتوصيف هربز الخيول،
وازاي بنقدر نعمله بنأكد عليه، زي ما حضرتك عارف ان اي فيروس بنعزله لازم نتأكد من ان هو فعلا ده، وده بيتم عن طريق ريفرنس، مواد ريفرنس يعني مرجعية، زي اجسام مرجعية بنشتغل بيها. وكمان احنا في الانفلونزا عاملين شغل هايل جدا مع النمرو، الوحدة الامريكية في العباسية كان وقتها، انه عملت لنا الايدنتيفيكيشن دي وطلعنا خريطة للجين او للفيروس بتاعنا، بحيث ان احنا نعرف مصدره ايه وجاي منين، وفعلا ثبت نفس اللي احنا سسبكت فيه ان هو H3N8 هو نفسه النمرو قالت لنا عليه، والبحثين موجودين. والبحث الثالث كان عن انتاج لقاح لهربز الخيول، وتم بنجاح ومدي نتائج هايله يعني. الحمد لله. دكتوره ماجدة انيس بنشكر حضرتك. شكرا، انا اللي بشكر حضراتكم على اللقاء الممتع والعلمي الجميل ده، ونتمنى تكراره ان شاء الله. شكرا لسيادتك. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، هنطلع نشوف التقرير التالي ونرجع نكمل حلقتنا معاكم من داخل قسم الفصيله الخيليه، وتحديدا من داخل المعهد الخاص بانتاج اللقاح الخاص بالهربس وإنفلونزا الخيول. نشوفكم بعد التقرير. مصل التيتانوس دون احنا بنستخدمه في الحيوانات للوقايه الحيوانات من الاصابه بمرض التيتانوس، وهو مرض فتاك يؤدي الى وفاه الخيول. حضرتك احنا في اثناء الانتاج المصل بيعتمد على تحضيره في الخيول. احنا المفروض في الخيول بنحقن الاول الخيول دي، بيتم تحضيرها للانتاج عن طريق حقنها بتوكسيد التيتانوس الاول، اللي هو التوكسين اللي منتج من الكلوسيديوم تيتانوي اللي مسؤول عن احداث المرض في الحيوان، عن طريق اضعافه اولا. ثم بعد كده بيتم حقن هذا الخيول بتوكسين التيتانوس، وبعد كده بنوصل بيتم متابعه التتر او الاستجابه المناعيه لهذه الخيول عن طريق اخذ عينات بشكل دوري من الخيول وقياس التتر المناعي والاستجابه المناعيه ليها. بعد كده بنوصل لتتر مناعي عالي، عشان احنا المفروض بنحضر مصل عالي التركيز من الاجسام المناعيه، بنكون بعد كده بتجميع الدم وتحضير المصل. الفتره اللي فاتت المعهد كان بصدد دراسه تجربه جديده للاستبدال الطرق التقليديه في تجميع الدم من الحيوان وتحضير المصل، وهي ادخال طريقه جديده باستخدام جهاز فصل البلازما. الجهاز دون بيضيف لي كذا ميزه في تحضير المصل. اولا ان هو بيحافظ لي على صحه الحيوان لفتره اطول، وبالتالي الحيوان يقدر يعيش فتره اطول، وبالتالي اقدر استفاد بيه مده اكتر، لانه الجهاز بكل بساطه بيقوم بفصل البلازما فقط من الدم، وبيقوم بارجاع باقي مكونات الدم الى الحصان الى الحيوان مره اخرى، فبالتالي بيحافظ على صحته. وبيضيف لي انا كمنتج للمصل ان انا بقدر اخد كميه اكبر من البلازما، واللي بتحتوي على اجسام مناعيه اعلى، فبالتالي انا بقدر استفاد ان ازود انتاجي ككميه. ثانيا بيطرح لي ان انا اقدر افصد الحصان ده او اجمع منه الدم، بدل ما بقدر اجمعه بالطريقه التقليديه مره كل شهر ونص او شهرين، انا باستخدام الجهاز بقدر اجمع الدم كل شهر مره، فبالتالي انا تقريبا اقدر اضاعف الانتاج على مدار العام من نفس عدد الخيول. الميزه الثالثه ان انا بحصل على البلازما من الحيوان بتكون معقمه تماما وغير ملوثه، لان العمليه كلها بتتم تحت ظروف تعقيميه كامله. تحضير مصل التيتانوس بيستلزم تحضير المصل مجموعه من الخيول، وعشان احضر المصل دوت لازم الخيول دي يشترط فيها مجموعه من المواصفات. لازم عمر يتراوح من 2 لـ5 سنين، تكون قوية البنيان عشان تستحمل الحقن والفصد اللي أنا بحضر فيه المصل. بداية عشان أحضر المصل بحضر مجموعة الخيول وبحصنها بلقاح توكسيد التيتانوس، وبالتالي بعد ما بحضر بحقنها باللقاح في فترة تتراوح من شهر لشهر ونص، بحيث ان انا اخليها تحضر تكون اجسام مناعية. بعد كده بجهز السم بتاع التيتانوس دوت عشان احقن بيه الخيول في مدة تتراوح من لشهر، وبالتالي بعد كده بعد ما بحقن السم التيتانوس مجموعة الخيول ديت بتكون لي اجسام مناعية،
فبعد حوالي شهر ببدأ أعمل مجموعة اختبارات عشان أطمن على المستوى المناعي اللي اتكونت فيه الأجسام المناعية في دم الحصان. بعد كده ببدأ أفسد الخيول ديت، باخد حوالي من 4-5 لتر دم من الحصان عشان أفصل السيرم أو المصل بتاع الحصان، وبعد كده بجري المجموعة من الاختبارات عشان أطمن على الأجسام المناعية، بعد كده بفلتر السيرم دوت وبعمل مصل التيتانوس. مصل التيتانوس ده في الآخر يهمني جدا عشان يديني حماية للحصان إذا تعرض لأي حادثة أو اتعرض لإصابة أو في حالة تركيب الحدوة للحصان أو عض من حيوان آخر، فبالتالي بيديني مناعة. المصل اللي احنا بنحضره دوت عبارة عن عبوة 100 سنتي فيها حوالي 5 جرعات، بمعنى ان انا بدي الجرعة للحصان حوالي 20 سنتي. ده في الحالات، وفي حالات بتستلزم ان انا بديه تحت الجلد او بديه في الوريد حسب الحالة بتاعة الحصان، وده بيديني حاجة مناعية فورية عشان بكون اجسام مناعية محضرة جاهزة. هذا البرنامج برعاية مشاهدينا الأعزاء. شفنا التقرير ورجعنا لكم من التقرير ومكملين حلقتنا مع الأستاذة الدكتورة صفاء ورد، رئيس قسم بحوث الفصيلة الخيلية بمعهد الأمصال واللقاحات بالعباسية. دكتورة صفاء بنرحب بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتورة صفاء. حلقتنا النهاردة فيها جزء بنتكلم فيه عن الهربس، ومن الواضح داخل المعمل ان انتوا بتعزلوا الهربس وبتعملوا اللقاح الخاص بالهربس، فممكن حضرتك تدينا نبذة ازاي بيتم عزل الفيروس وازاي ان انتوا بتتعاملوا معاه وازاي بيتم تكوين اللقاح؟ هي اولا حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا اللقاح او فيروس هربس الخيول كان تم عزله لاول مره سنه 1998 في مصر، وتم وضعه على الجين بانك بهذه الكاركترز العثرة المحليه المصريه، وهي دي اللي احنا بنقدر نكون منها اللقاح بعد كده. يعني قبل 98 ما كانش فيه هربس في مصر. بالظبط بالظبط، دي كان لاول مره الفيرست ان ايجيبت اند ان ميدل ايست. هو الهربس اساسا كان متوطن في اي دوله؟ هو اول ما ظهر في الولايات المتحده الامريكيه في سنه 1932، اول عزل تم ليه في العالم. بعد كده بعد 32 تلاليت العزل في دول اوروبيه وكثيره، وتمت الى الدول الافريقيه، وبدأنا ان نحس بعد كده ان انتشر في جميع انحاء العالم. طبعا نتيجة احتكاك الخيول بتاعتنا مع الخيول الاجنبية اثناء السباقات والعروض بدأت تنقل العدوى منهم لينا، فبدأنا نعزل لأول مرة سنة 1998، وتم العزل هنا في المعهد، وطبعا تم نشره في مجلة عالمية وسنة 2002، وده كان طبعا يحسب للمعهد، وهذه العترة اللي احنا بدأنا نعمل منها اللقاح فينا بعد. تمام، انتوا بتنتجوا اللقاح بقى فترة دي يا دكتور؟ كان الاول بنعمل لقاح من العترة المحلية كأوتوجينس فاكسين، دلوقتي بقى اللقاح المفروض يبدأ معايرته في المعمل المركزي للرقابة، وبياخد السيفتي والبوتنسي بتاع اللقاح نفسه، فبيبقى ليه درجة نقاء ودرجة سلامة في الاستخدام هذا اللقاح. اللقاح ده يعني ما يزيد عن يعني 12-15 سنة. تمام، ايه الامراض او ما هي اعراض الهربس في الخيول؟ الهربس بياخد شكل 4 اعراض. اولا بالنسبة للعرض الاولاني اللي هو بيسموه البولينيفورد، او الشكل اللي بيجي في الامهار الصغيرة، بتبقى من عمر مثلا لغاية سنة، يبدأ ان هو في كحة، اعراض تنفسية زي اعراض الانفلونزا بالظبط، لكن بيجي بعد كده اثناء العزل بنبدأ نلاقي ان في الفيروس من المسحة
من السوائل الأنفية أو من الدم. فبنقدر ناخد من هذه السامبلز ونبدأ نعزل منها الفيروس. وتم عزل تصنيف الفيروس ووضعه في الجين بانك وتسند بالعترة باسم المعهد العضو المصري. دايما مصطلح هيربس بيتقرر به مربي القيول لما بتحصل حالة إبهات في الشهر الخامس أو السادس أو السابع أو التاسع. ما هو ده اللي كنت هكمل لحضرتك. بالنسبة دي من ضمن الأعراض. ما علاقة الهيربس بالإجهاض؟ ده دي العلاقة وطيدة والأساسية. يعني احنا لما بنيجي في الأمهار الصغيرة ما بنهتمش، لأن هي بتبقى أعراض تنفسية وممكن يخف ومفيش مشكلة. لكن الخوف بقى ان يحصل سكند بكتيريال انفكشن ويبدا يبقى في عدوى بكتيريه، ممكن الحصان اللي هو صحته مش كويسه يبدا ان هو يحصل فوق في الامهار الصغيره. المشكله الكبرى بقى في الافراس. الافراس عندنا يا اما يحصل لها اجهاض في الثلث الاخير من الحمل، والثلث الاخير ده ممكن مثلا من 8 ل 11، وفي اعراض ريكوردد قبل الثلث الاخير برضه. بعد او ممكن تولد ان هي مش يحصل اجهاض، لا تولد لكن الوليد يموت خلال 48 ساعه. وبيتم العزل برضو من نفس الجنين، وده اللي ممكن لازم نعمل اثبات ان هو الاجهاض نتيجه الهربس. دكتوره كنت عايز اعرف من حضرتك ايه العلاقه بين الاجهاض والهربس؟ اولا دي علاقه مهمه جدا جدا. ليه بقى؟ لان من صفات الهربس حتى في الانسان بيجي اندر ستريس فاكتور، يعني الايه، يعني اي ظروف يتعرض عليها الانسان او الحيوان للضغوط بيقدر يظهر ويعمل فلاريشنج للفيروس ده. ليه بقى؟ لان الفيروس بيبقى كامن في سواء في الليفر او في الليمف نود الغدد الليمفاويه، فبيبدا بعد كده يحصل فلاريشنج، لان يعتبر الاجهاض ده اللي حمل يعتبر اجهاد على المير نفسها للفرس. فاول ما بيحصل اجهاد للفرس بتبدا انها يظهر عليها العدوى وتظهر الاجهاضات. هو الهربس ممكن يبقى عند البشر؟ في هربس، بس ده هربس للسترينز ثانيه غير اللي في الخيول. غير اللي في الخيول. يعني حاجات اللي بتظهر كده على البق، حاجات الدي ام دي او بتاع الحزام الناري، كل دي برضه هربس. تمام. انما الاجهاد هو اللي بيسبب الهربس؟ لا، مش هو اللي بيظهر، لان الفيروس بيبقى كامل موجود. لكن يعني طول ما المناعه قويه الفيروس كامل. ممكن اي ستريس، ستريس ضعف، اي ظروف، سوء تغذيه، حمل، عروض، نط، ان هي مثلا تتنقل من مكان لمكان فتره، فده وهي حامل فده يعتبر ستريس عليها. تمام. يبدا فلورشنج للفيروس. هل ان الحصان الذكر طلوقه ممكن ينقل الهربس للانثى اثناء عمليه الجماع؟ فعلا. اللقاح فعلا، بس هو مش بينقله نتيجه الجماع، لا هو بيتنقل نتيجه ان السيمن نفسه بيبقى فيه الفيروس السائل النووي نفسه. فدي فعلا في الابحاث الحديثه اثبتوا فعلا ان في الفيروس موجود في السوائل النوويه للطلوقه. فلازم ان الطلوقه يبقى متحصنه، برضه تكون متحصنه. للتغلب على الهربس بالنسبه للفرسات الاشهر، هم بيحصنوا اول تحصينه، ثاني تحصينه بعد شهر، وبعد كده بيحصنوا في الخامس والسابع والتاسع. طب بالنسبه للذكور؟ الذكور بقى زي ما اقول لحضرتك، لو هي جايه من افراس محصنه يبدا تحصينها عند 6 شهور. تمام. عند 6 شهور تاخد اول جرعه، تاني جرعه بعد شهر، بعد كده بيبدا عند 5 شهور من الجرعه الثانيه، وبعد كده ممكن بقى يتعيد كل 5 6 شهور. تمام. طب بالنسبه لو ذكر طلوقه ما اتحصنش قبل كده، بيتم التعامل معاه برده بنفس الطريقه، اول جرعه، تاني جرعه بعد شهر؟ بالظبط. بعد شهر، وبعد كده بعد 4 شهور، وبعد كده كل 6 شهور. تمام. المفروض من اعطاء اللقاح بصفه مستمره القضاء على المرض؟ هو التحكم فيه، يعني ده يعتبر تحكم في المرض، لان زي ما قلت لحضرتك عندنا مشكله في موضوع
الليتنسي بتاع الفيروس. الفيروس نفسه بيبقى كامن في الغدد الليمفاويه او في الكبد، فبتبدا ان هو نتيجه اي ستريس على الانيمال يبدا ان هو يظهر الفيروس. الجسم لما بيكون اجسام مضاده مناعيه خلاص كده ممكن ان الواحد ما يحصنش بعد كده ولا لا؟ هو بيكون اجسام مناعيه، لذلك بقول لحضرتك لازم يعمل اعاده التحصين كل 6 شهور. بعد كده لسبب عشان نحافظ على هذا المستوى المناعي العالي من الاجسام المناعيه. لازم مستوى المناعه الاجسام المناعيه في الدم بتاع الحيوان تفضل ثابته على طول، لان هي بتقل. ودي طبعا حسب كل المنشورات العالميه بيقولوا ان الانتي بوديز دي بالنسبه للهربس بالذات بتبقى لمده طويله، قصيره يعني مش طويله زي اي فيروس تاني. طبعا الهربس موجود على الخريطه في كل دول العالم وما بيسببش مشاكل، مش معلن يعني عنه ان هو وباء او ان الكل طالع على اي دوله يقول لك لازم ان هي تكون خاليه من الهربس. ده عادي جدا، بيتم الاكتفاء بالتحصين. واسباب ما يفيد في جواز السفر ان هو متحصن وبيبقى معاه سيرتيفيكيت بهذا الوضع. تمام. باقي الاعراض للهربس ازاي بيتم التغلب عليها؟ في عندنا اعراض اللي هي العصبيه اللي هي بتبدا الاول بتنميل في الرجل، ودايما من ضمن مميزات اهم مميزاته ان هو بيبدا في الارجل الخلفيه، يبدا النص الخلفي من الحصان يبدا يحصل بتنميل، بيبدا تزيد الاعراض، بتنتهي في الاخر بايه؟ بشلل الجزء الاخراني، ويبقى في عدم قابليه للتحكم في التبول، وبيبقى ليه منظر مشهور جدا في كل الروبنس العالميه. طب لما الحصان بيصل لهذه المرحله لما بياخد تحصين الهرس بيؤدي الى نتيجه ولا خلاص لو وصل للمرحله دي ما بينفعش معاه تحصينات؟ لا طبعا لازم التحصين بيجيب نتيجه مهمه، هو ده من طرق التحكم في المرض باللقاحات، ده في جميع انحاء العالم. بالنسبه للاعراض، الاعراض دي ممكن نتحكم فيها بايه؟ يعني لو في عنده اعراض تنفسيه بنبدا نديله مثلا حاجات ضد الكحه، عنده حراره عاليه، عنده فظاظه تنفسيه، بيبدا ان هو يعالج الاعراض اللي هي اللي ظاهره عنده بنفس الحاجه اللي هي مقابله ليها. يعني عنده كحه نديله دواء كحه، عنده حراره عاليه نديله حاجه خافضه للحراره. بالنسبه لي اللي هو الاعراض العصبيه دي لازم ولابد ان هو ياخد حاجات مضاده للالتهاب غير كورتيزونيه. تمام. زي ديكساميثازون. تمام. القسم هنا بينتج ايضا الحاجات الخاصه بالانفلونزا. بالظبط. تمام. انتوا بتشتغلوا ازاي على العترة؟ يعني سواء العترة بتاعت الهربس او عترة الانفلونزا، انتوا ازاي بتعزلوها؟ هي اولا بالنسبة للعزل ده موضوع طويل، وبعدين حتى بعد ما بنعزل ما بنكتفيش بالعزل ده ونقول ان هو ده كده، لا انا لازم اعمل له تأكيد باختبارات في المعملية او اختبارات بالاختبار المتسلسل بالنسبة للبي سي ار، او ممكن نقول ان هو بالسيرم نيوترلايزيشن تيست اللي هو الاختبار التعادلي في السيرم. لازم نعرف ونأكد ان هو ده فعلا 1 او 4، لان ده شيء مهم جدا وهو اللي معزول هنا في مصر يكون رقم 1. يعني احنا عندنا في مصر هربس 1، لم يسجل هربس 4 الى الان، ولكن في ناس بتجيب من بره تحصينات 1 و4 وانفلونزا 1 و2 وتيتانوس توكسايد. ده طبعا لانه يعني بيجيب مناعه كويسه جدا، لكن طبعا كل الريبنس العالميه تقول لك ان لازم اللقاح من العتره المحليه بيدي اعلى مستوى من الاجسام المناعيه اكتر من اللي هي العترات الخارجيه المستغربه، زائد ان احنا ما عندناش العتر رقم 4. انا ايه اللي دخلني بقى؟ لا دخلها البلد وهي مش ريكوردد فيها. تمام. انا ما اقدرش ادخلها. تمام. دكتوره بنشكر حضرتك وسعدنا بلقائك في الحلقه دي. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، حلقتنا النهارده كانت عن كيف
أو كيفية الوقاية للفصيلة الخيلية. مصر فيها الهربس. الهربس بيسبب مشاكل في بعض المزارع، بس التعامل معاه بسيط وسهل. زائد ان مجموعة من المربين بيقعوا في مشكلة وهم مش واخدين بالهم منها، ان هم بيستخدموا هربس او تحسين هربس 1 و4. مصر اللي موجود فيها العترة رقم 1 فقط لا غير، فياريت اللي يستخدم تحسين هربس يستخدم عترة رقم 1، لان العترة رقم 4 لم تظهر في مصر، واحنا بندخل مصر حاجة جديدة مش موجودة فيها. الهربس سهل التحكم فيه بأخذ التحصينات في مواعيدها. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقة جديدة من برنامجكم حكايات عن الحصان العربي المصري. هذا البرنامج برعاية